في اليوم ده 23 إبريل سنة 1616 توفي الكاتب والشاعر الإنجليزي ويليام شكسبير. وفي نفس اليوم ده وبرضه سنة 1616 توفي مؤلف دون كيشوت الإسباني ميغيل دي سيرفانتس. وكمان في اليوم ده سنة 1908 وقعت ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وهولندا والدنمارك والسويد اتفاق بحر الشمال. وفي اليوم ده 23 إبريل سنة 1963 توفي الممثل المصري رياض الأصبجي الشهير بالشاويش عطية. وفي نفس اليوم ده سنة 1966 توفيت أيضا الممثلة الاستعراضية المصرية نعيمة عاكف. وكمان في اليوم ده سنة 2003 أغلقت السلطات الصينية المدارس والجامعات بسبب انتشار وباء سارس.